بتفكر في ايه يا حاج؟ في حاجه في شغل المصنع مضايقاك ولا حاجه؟ لا، المصنع شغله ماشي عالي عالي الحمد لله. اللي مضايقني حاجه تانيه يا فايد. انا ملاحظ كده بقالك كام يوم زي ما يكون مهموم. ايه مالك يا حاج؟ عبد الوهاب ابني مش عارف اعمل معاه ايه. ثانوية عامة اصلها رزلة ومبوظة اعصاب العيال. انا ليا واحد صاحبي حبيبي قوي، ابنه قعد يسقط سنتين ورا بعض وفي ثالث سنة نجح، بس ما جابش مجموع يدخله حتة كويسة، قال لك نديها اعادة. إيه؟ وربنا اكرمه ودخل كلية الزراعة. دول العيال الخايبة، في عيال تانية شاطرة متقطقة بتنجح على طول. هو عندك الواد خضير ابن سيد بسم الله ما شاء الله خدها من اول سنه. ما تزعلش نفسك يا حاج، الله هو عبد الوهاب محتاج يعني. لا 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 فهيم، انا مش عايزه يعتمد عليا، انا عايزه يعتمد على نفسه. خلاص من دلوقتي هات واشتغل معاك هنا، حتى على الاقل يتدرب ويشرب منك. ما هو لو كان عايز كان طلب. انا حاسس ان الواد ده مش غاوي. ما الغاوي ايه يعني؟ ده اللي نفسي اعرفه يا فهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا حاج. ازيك يا خضير؟ ايه نويت تخش كليه ايه؟ التجاره ان شاء الله يا حاج. شاطر، التجاره كلها خير وبركه. لو احتجت اي مشوره ما تتكسفش وتعالى لي. ربنا يخليك لينا يا حاج. السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. لا مؤاخذة يا حاج، كنت عشمان في موضوع كده. ايه خير يا زيد؟ والله يا حاج كنت عايز استأذنك بس مكسوف. ما تتكلم يا سيد، هو احنا في بينا وبين بعض كسوف؟ قول عاوز ايه؟ بقول يعني يا حاج الواد خضير ابني يقف معايا هنا في الوكالة لحد ما يخش الجامعة، عوضا ما يدور مع العيال صحابه. وانت عارف يا حاج العيال بيعملوا ايه اليومين دول. وماله؟ زي ما فكرت. ايه بس هيشتغل ايه في الوكالة؟ هيشيل مع الصبيان؟ ما انت عارف الشغل هنا. هو مستعد يعمل اي حاجة يا حاج. القصد انه يطلع بقرشين؟ هو يغطي مصاريفه برضه. طب خلاص انا هبعته المصنع يشتغل في الحسابات. مبسوط يا سيد؟ ربنا ما يحرمناش منك يا حاج. يا حاج الشورة دي شورتك ولا شورة أمه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مبروك مبروك. يعني قول يا ضناي عملك ما هي كام؟ 20 جنيه في الشهر. 20 جنيه في الشهر بس؟ يا ولي احمد ربنا، هو حد طايل؟ أما جوز أختك ده إيحة جلدة، القرش ما بيطلعش من تحت درسه. ده بدل ما تقولي كتر خيره. لان كان هو عمل ايه يا اخوي؟ بس ولا يهمك يا نانايا تتعوض. بس انت من هنا ورايح تسمع الكلام اللي هقول لك عليه وتنفذه. عشان ابليس في الجنه. احلامي يا اخت احلامي. مالكش دعوه بابوك، ما تسمعش كلامه، ده لا بيقدم ولا بيأخر. هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص يا ماما. احسن لك يا ابني ما تفهمش. اصل امك دي عقلها فول.